دائماً ما توجه الجهود العالمية لمحاربة أي أوبئة مستقبلية يمكن أن تهدد البشرية، ولكن من النادر أن نسمع بأن كم هذا الجهود المهول يمكن أن يوجه تجاه وباء موجود وهو السمنة. ربما يكثر الحديث عنها في الأوساط العلمية ويكثر الحديث عنها في الدراسات الجديدة التي تشير إلى أنه أكثر من 1 مليار شخص حول العالم مصاب بالسمنة، وهذا رقم صعب طبياً عندما نتحدث عنه لأنه مرتبط بأمراض مزمنة ترافق السمنة. نتحدث أكثر عن السمنة وجراحات السمنة ومتى لا تنجح جراحات السمنة مع ضيفي الدكتور أحمد الوحيدي، استشاري الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والسمنة. حياك الله معنا دكتور أحمد. أهلاً آيات، صباح الخير أعزائي المشاهدين. دكتور أحمد، لما نحكي السمنة في فرق بين السمنة وزيادة الوزن طبعاً، فما الذي نعني؟ أول شيء زي ما تفضلتي، السمنة هي عبارة عن وباء، وباء ينتشر بشكل مرعب في عالمنا. اللي بنشوفه إحنا من خلال الأرقام بنلاحظ إنه في عنا آخر 30 سنة زيادة مرعبة في أعداد المرضى المصابين بالسمنة أو اللي بيعانوا من زيادة في الوزن. هاي الزيادة تعدت الضعفين من 1990 إلى يومنا هذا بين البالغين. الإشي اللي بخوف إنها تعدت 4 أضعاف بين المراهقين اللي أعمارهم ما تجاوزت 19 سنة. إحنا منعرف السمنة عن طريق مؤشر اسمه مؤشر كتلة الجسم. هذا المؤشر يمسك الوزن ويمسك الطول ويقوم بتقسيم الوزن على مربع الطول بالمتر. الناتج من هذه المعادلة تعطينا رقم، هذا الرقم إحنا بنستخدمه حالياً كجراحين سمنة عشان نعرف وين نصنف المريض. يعني لما يكون مثلاً مؤشر كتلة الجسم بين 18 وال 25 إحنا بنحكي بشكل عام نعم إنه هذا المؤشر طبيعي. زيادة في الوزن لما هذا المؤشر يكون فوق 25 ولكن لا يتعدى 30. ابتداء من 30 إحنا بنحكي هون عن سمنة مفرطة بدرجاتها، درجة أولى ثانية ثالثة حسب الرقم اللي بطلع. لحد 35 نتكلم عن سمنة درجة أولى، درجة الثانية إلى 40، وفوق 40 درجة الثالثة. حتى في أيامنا هاي صار فيه كمان مصطلحات أخرى، في سوبر أوبيزيتي اللي بيكون فوق 50 على سبيل المثال، والسوبر سوبر أوبيزيتي يعني السمنة المفرطة جدا. وفعليا موجودين هيك مرضى بهاي أرقام مرعبة للأسف. دكتور، لما تحدثت عن هاي الأرقام المرعبة، لو تحدثنا عن الأسباب التي تقف وراء السمنة والتي تقف وراء هذه الأرقام المرعبة، هل من الواقع أن نقول إنه شخص ما يأكل نفس الحصص الغذائية كشخص آخر لكن أحدهما يصاب بالسمنة وأحدهم الآخر لا؟ هلأ من الصعب إن إحنا نيجي ونحكي عن هذا الموضوع بهذه الطريقة. تجري دائما هذه الفروقات دكتور. طبعاً إنه في ناس بيحكوا على سبيل المثال أنا بمرق من جنب الطعام وبنصح والآخر يأكل ولا ينصح. صحيح. أكيد العامل الجيني بيلعب دور كبير، معدل الحرق اللي هو معدل الأيض أيضاً يلعب دور كبير. لكن بالمحصلة هي عبارة عن معادلة لها طرفين، كم الإنسان بيدخل من سعرات حرارية إلى جسده وكم بيحرق من هاي السعرات. يعني على سبيل المثال لو نيجي نحكي عن الطعام، قبل 1990 كان الإنسان يأكل عدد وجبات أقل من هاي الأيام. هاي النقطة الأولى، حتى حجم الوجبة يختلف. صحيح. مكونات الوجبة أيضا تختلف. صحيح. احنا اذا بنلاحظ على مائداتنا هاي الايام نجد انه بشكل عام المشروبات الغازيه والعصائر المحليه هي عباره عن جزء لا يتجزا رئيسي من... نعم زي ما تفضلتي. هاي تؤدي بالمعدل حسب الدراسات اللي تمت الى زياده لا تقل عن 500 الى 600 كيلو كالوري يوميا فقط من هذه العصائر والمشروبات الغازيه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، قله النشاط البدني هاي الايام مقارنه بحياتنا السابقه. في دراسة أمريكية مسكت المواطن الأمريكي الذي يعيش حياة تقليدية والمواطن اللي بعيش حياة حديثة إن صح التعبير، وجدوا إنه المواطن اللي بعيش حياة تقليدية على سبيل المثال عند الرجال يمشي يوميا بالمعدل 21,000 خطوة، النساء تمشي حوالي 15,000 خطوة. اللي بعيش حياة حديثة أو مودرن إن صح التعبير لا تتجاوز خطواته اليومية 7,000 كرجل و 6,000 كامرأة. نمط الحياة دكتور يلعب دور. يعني أنت بتحكي عدد الخطوات، في الأشخاص الكلاسيكيين بيختلف عن الأشخاص اللي
عايشين في الحياة الحديثة والعمل المكتبي اللي بتطلب البقاء لساعات طويلة جالسا دون أي حركة تذكر. فما هي العلاقة التي نشهدها ما بين نمط الحياة الحديث وبين تزايد أعداد السم؟ زي ما تفضلت، نمط الحياة الحديث يؤدي إلى قلة النشاط، قلة استهلاك السعرات الحرارية. الحالة النفسية دكتور؟ أكيد طبعا، الحالة النفسية مرتبطة بنمط الحياة المتسارع، عامل مهم، بالذات الضغط والإجهاد النفسي اللي إحنا بنعانيه من نمط حياتنا المتسارعة، من الواجبات اللي بتكون تثقل كاهلنا، تثقل كمان أكتافنا إن صح التعبير. يعني وجدنا إحنا هاي الأيام إنه العلاقة بين الاكتئاب على سبيل المثال والضغط النفسي والسمنة علاقة وثيقة جدا. 58% من المصابين بالسمنة يعانوا من الاكتئاب، والعكس أيضا صحيح، أي أن المرضى اللي بيعانوا من الاكتئاب هن معرضين بنسبة تفوق النصف، تفوق 50% للإصابة بالسمنة. لهيك إحنا ما بنقدر إن هاي الأيام نشوف السمنة كمرض ونعالجه بجهد فردي ذاتي. المقصود جراح السمنة يقوم بعمل مهم في علاج السمنة، ولكن هو لا يكفي لعلاج هذا السمنة كمرض، لأن منظمة الصحة العالمية صنفت السمنة كمرض مزمن. لما احنا نحكي مرض مزمن نحكي انه هذا المرض يحتاج الى رعايه الى طول العمر، الى متابعه من اخصائي التغذيه، من السايكولوجيست، من جراح السمنه، مش فقط مقاس جراح بمده عمليه محدده وثم ينتهي الدور هنا. احسنتي، هو عباره عن جهد يتضافر من جميع الاطراف او من جميع من جميع من الناس متكامل. بالضبط، يعني من اللي بيشتغلوا في هذا التيم، احنا بنحكي عن تيم جراحي او تيم طبي يعالج السمنه، لانه الجراح دوره يقتصر على اجراء العمليه اللي بتخلص بالعاده خلال ساعه الى ساعتين او اقل من هيك، بس بعد ذلك يحتاج المريض بالذات في سنواته الاولى الى متابعه دوريه، متابعه لحالته النفسيه، متابعه لحالته الصحيه، متابعه لمعدل لنسبه الفيتامينات الموجوده في جسمه. لهيك كل مراكز السمنه الموجوده في الدول الغربيه بتتابع المريض بشكل الزامي لمده لا تقل عن 5 سنوات. يا سلام. اي ان المريض بيعمل العمليه وبرجع على المركز في اوقات محدده، في السنه الاولى كل 3 اشهر الى 6 اشهر، بعديها لاحقا كل 6 اشهر لمده 3 سنوات، بعديها سنويا. لأن احنا بنعرف ان مشاكل السمنه ومشاكل العمليات تظهر في كثير من الاحيان في مراحل متاخره. واهم مشكله ممكن تحدث هي زياده الوزن بعد هيك عمليات. دور الرعايه اللاحقه دكتور في الاهتمام بحاله المريض سواء النفسيه او الجسديه بعد اجراء عمليات التكميم، كم يمكن ان تجنبنا مدى حدوث فشل او عدم الوصول الى النتيجه المتوقعه من هذه العمليات؟ هي بشكل عام اساسيه حتى احنا نتجنب حدوث فشل، او ان صح التعبير حتى احنا نضمن افضل النتائج بعد الاجراء الجراحي. نضمن افضل النتائج. نعم. من الذي يحدد افضل النتائج، المريض ام الطبيب ام عمليه تشاركيه؟ كلاهما. اول شيء لازم الطبيب ياخذ سيره مرضيه مفصله من المريض، يعرف هو ايش التوقعات تاعته، وبناء عليه يرسم خطه العلاج. والنجاح عند الجراح هو انه يصير في نزول بالوزن، وهذا النزول الوزن يتم المحافظة عليه، وأتوقع أن هذا بيكون في مصلحة الطبيب والمريض أيضا. يتم المحافظة عليه، كثير من الحالات التي نشاهدها بعد إجراء عمليات التكميم يعود إلى وزنه السابق وربما أكثر. نعم. شو السبب دكتور؟ حقيقة في عدة أسباب، أسباب تتعلق بالجراحة نفسها، وأسباب تتعلق في اختيار الجراحة، وأكيد في أسباب تتعلق في التزام المريض بعد الإجراء الجراحي. يعني على سبيل المثال، احنا اكثر عمليتين هاي الايام منتشرات فيما يتعلق بجراحه السمنه هو تحويل المسار، سواء كان الكلاسيكي او المصغر، او تكميم المعده. تكميم المعده يتم عن طريق بروتوكول عالمي معتمد. في كثير مرضى بيسالوا مثلا، يعني يا دكتور احنا بدنا نشيل 70 80 90% من المعده؟ صدقا ما بنقدر احنا نحدد كم بنشيل، بس اللي احنا بنحدده انه المتبقي من المعده يتم إجراء العملية بحيث يكون في حجم ثابت تقريبا لكل مريض، لأنه التكميم يتم عن طريق إدخال أنبوب خاص، وعلى طول هذا الأنبوب يتم التكميم بحيث الحجم يكون ثابت. إذا كان الحجم أكبر من الحجم الواجب تركه ما راح ينزل المريض. يعني الإجراء الجراحي مهم، طريقة عمله، لهيك هيك عمليات يجب أن تتم عن طريق جراحين متمرسين في إجراء هاي العمليات،
الشغله الثانيه نوع اختيار العلاج الجراحي مهم جدا. نوع العمليه. نوع العمليه، لهيك يجب على يعني مو المريض اللي يجيك يحكي لك انا بدي تحويل مسار ما بدي تكميم. لا، هو يعني صدقا الجراح يجب ان لا يستمع للطلبات بشكل مطلق. جراح وظيفته انه ياخذ السيره المرضيه بشكل مفصل وبناء عليه يقرر نوع الاجراء المناسب. طبعا بالاخير هو المريض اللي بيقرر شو العمليه اللي هو بده اياها، ولكن الجراح عليه انه ينصحه، انه على سبيل المثال اذا اجى للجراح مريض يتناول السكريات بكثره يحكي له انت بعد العمليه احتمال كبير ترجع تنصح ترجع لوزنك السابق، لانه احنا بنعرف انه السويت ايترز او اللي بيتناول السكريات والكربوهيدرات بكثرة هذول ما بيستفيدوا من تكميم المعدة. في منهم دكتور بعد إجراء العملية بلجأوا لأنهم يأكلوا شوكولاتة سائلة على سبيل المثال، وأنا مرق علي مثل هيك حالات، كانوا لأنه صعب هو يتناول مأكولات صعبة وفي ذات الوقت حابب يأكل حلويات، لأنه وكأنه الدماغ بيعطي أوامر أنه أنا رح أوصل لحد الإشباع والهدوء من خلال حلويات، لكن هو على العكس تماما، هو على العكس يرجع يستثار من وراء أخر. ولهيك الاستشارة السيكولوجية قبل العملية مهمة جدا. نعم. حتى إن نوضح للمريض الإجراء، نعم، فوائده والمضاعفات التي ممكن تحدث، وحتى يكون كمان المريض عنده وعي كامل ليضمن النتيجة اللي راح يوصلها بعد العملية، نعم، ولا يلجأ لمثل هذه السلوكيات. نعم. اللجوء إلى سايكولوجيست أو سايكايتريست قبل إجراء العملية، للأسف غالب دولنا العربية يلجؤون إلى أهل الاختصاص في العلاج النفسي فقط لأخذ تقرير بأنه المريض لا يعاني من أي اضطراب نفسي للجوء إلى مثل هذه العملية، فبالتالي هو يستطيع إجراءها بكل أريحية والحصول على النتائج المتوقعة منها. نعم. لكن الدور أكبر كما قلت بأنه يجب تحديد الحالة النفسية للشخص المقبل على هذه العمليات. هل لديه اضطراب مثلا مثل اضطراب تشوه صورة الجسد الذي لن يتم علاجه من خلال جراحة السمنة، لكن بعد إجراء هذه الجراحة كم هو مهم اللجوء لطلب الرعاية النفسية؟ هو مهم جدا، خصوصا بالفترة الأولى دكتور من إجراء. أكيد، بالذات هذه الاضطرابات في الأكل ممكن أنها تؤدي إلى إن صح التعبير فشل العملية الجراحية. نعم. لأنه هيك اضطرابات موجودة، هيك اضطرابات بيعانوا منها كمان بالذات مرضى السمنة في المجتمع بنسبة قد تصل إلى 60%، وتبقى تحت المجهر في الفترة الأولى، الجميع يترقب النتائج. نعم. هذا بحد ذاته يشكل عبء نفسي إضافي على المريض، ويلجأ بهذه الحالة إلى تناول الطعام بشكل قهري بصحة التعبير. نعم. هناك نوع من اضطرابات الأكل. نعم. حقيقة اللي بيأثر بالسمنة، الاضطراب الأول يسمى الأكل القهري أو البنج إيتينج ديسوردر، والاضطراب الثاني هو الشره المرضي العصبي. نعم. البوليميا نيرفوزا. عدم تشخيص هذه الاضطرابات قبل العملية ممكن تؤثر على نتائج العملية وعلى فرص نجاحها. الدور يقع على عاتق الطبيب أنه يتعرف على هذه الاضطرابات وأنه يبعث بعدين المريض على الأخصائي السايكولوجي. نعم. حتى تتم علاجها قبل العملية. وبعد العملية دكتور يتم متابعته للتأكد من أنه حالته النفسية مستقرة، لأنه هذا يلعب دور أيضاً في الوصول النتيجة المتوقعة. أكيد، لهذا زي ما حكينا هو عبارة عن عمل جماعي مشترك. نعم. اللي احنا بنعرفه أنه حتى بعد العملية الحالة النفسية تتحسن بشكل ملحوظ. نعم. فإذا كان في رعاية مستمرة من قبل السايكولوجيست فراح تكون النتيجة أفضل بكثير. وعاد إلى وزنه السابق. نعم. بعد إجراء العملية نحكي بسنة سنتين ورجع لك، شو ممكن تقدم له مساعدة أنت كطبيب؟ أكيد في حل. الحل ينقسم إلى نوعين، نوع جراحي ونوع غير جراحي. أول شيء لازم نقعد مع المريض نعرف كيف كانت سلوكيات بأول سنتين. إذا كان في سبيل إنه إحنا نغير من هاي السلوكيات على سبيل المثال تنظيم الأكل أو زيادة النشاط البدني، فهذا الحل الأفضل أكيد للمريض. في الحالات المستعصية نلجأ للجراحة مرة أخرى حقيقة. جراحة من أي نوع دكتور؟ على سبيل المثال المرضى اللي لجأوا لتكميم المعدة ممكن إحنا نعملهم عملية أو تدخل جراحي آخر من خلال تحويل هذا التكميم إلى تحويل للمسار. نعم. سواء كان كلاسيكي عن طريق وصلتين أو مصغر عن طريق وصلة واحدة بين الأمعاء وبين الجزء المتبقي من المعدة. نعم.
الحالة الأكثر صعوبة وتشكل فعليا تحدي للجراح لجراح السمنة هي لما يكون معمول تحويل للمسار والمريض ما نحف. أو طيب شو اللي يخليه بعد تحويل المسار ما ينحف؟ لأنه كل إنسان غير عن الثاني. يعني كيف؟ يعني في آخر مؤتمر كان في بلجيكا بشهر 9 السنة الماضية كان في واحدة من النقاط الأساسية لدار الحوار حولها، ألا وهي الطول الكلي للأمعاء الدقيقة. إحنا كنا نعرف إنه الأمعاء الدقيقة طولها تقريبا 4 متر بمعدل يتراوح من 3 إلى 5. دراسات جديدة أثبتت إنه طولها ممكن يصل إلى 8 متر. هذا يعني إنه المريض اللي بيلجأ للعملية بالطريقة التقليدية اللي إحنا بنقوم فيها من دون ما نقيس الطول الكلي للأمعاء ممكن نعمله تحويل مسار وما يستفيد. ليه؟ لأنه القناة الجامعة الكومن شانل بسموها بعلم جراحة السمنة ممكن تكون طويلة جدا بحيث أنه يتم الامتصاص فعليا ويستفيد المريض من عملية تحويل المسار اللي هي أساسا عملية تعمل حتى نقلل من امتصاص السعرات الحرارية. لهيك قياس الطول الكلي للأمعاء خلال عملية تحويل المسار مهم جدا. كيف ممكن يتم قياسها دكتور؟ في تقنيات معينة خلال الجراحة؟ احنا نقيسها في تقنيات معينة أكيد. أثناء عملية المنظار نستخدم أدوات معينة من خلالها نقدر نقدر الأقرب 5 سنتي قديش طول هذه الأمعاء. نعم تختلف أكيد ما بين الأطفال والبالغين وكبار السن طبعاً والبدناء. ما بدنا نحكي أنه الناس النحيفين لأنه كلهم اللي بيجوا يعملوا إما بدناء أو مصابين بالسمنة، بس بتختلف من وزن إلى آخر. هو يختلف بين الناس الغير المصابين والغير مصابين بالسمنة. هو يعني اختلاف سبحان الله رباني، لأنه كل إنسان يختلف بطريقة أو بأخرى عن الآخر. وهنا دكتور إجاكم المريض وأجرى عملية تحويل المسار وكانت العملية غير ناجحة. نعم. كيف بيتم اتخاذ إجراء؟ بداية لازم نجلس مع المريض نشرح له الوضع كامل. نعم. لماذا لم تنجح العملية؟ نعم. ليش صار في زيادة بالوزن؟ كيف كانت سلوكياته هذه الفترة؟ هل مارس الشق المتعلق فيه فيما يتعلق بنزول الوزن؟ أنا دائما بحكي نزول الوزن عبارة عن رحلة. إحنا بنحط المريض على بدايتها والمريض بمساعدة الفريق الجراحي بيمشيها. نعم. لكن هذه الرحلة يجب أن يقوم بها المريض نفسه. نعم. بالالتزام بالحمية، بالالتزام بالنشاط الرياضي، حتى بالالتزام بأخذ الفيتامينات. ولم يلتزم نلجأ للإجراء الجراحي مرة أخرى حقيقة. شو الإجراء؟ إذا كان تحويل مسار مرة أخرى دكتور؟ تحويل مسار مرة أخرى بحيث أن نقوم بقياس الجزء المتبقي اللي هي الكومن شانل وإجراء عملية تحويل مسار أخرى تضمن نزول وزن وتقليل امتصاص السعرات. يعني اسمح لي دكتور، إذا كانت عملية تكميم غير ناجحة نلجأ إلى تحويل مسار، وإذا كان تحويل مسار غير ناجح نلجأ إلى تحويل مسار آخر. يعني الحلول موجودة، إحنا ما بدنا نريح الناس بحيث إنه نخليهم يقلعوا عن ممارسة الرياضة وأكل الغذاء الصحي، ولكن نوفر لهم أمال واعدة في إنه الخيارات العلاجية الجراحية أيضا موجودة. الحلول موجودة جراحيا، ولكن مثل ما بقول دائما اي اجراء جراحي ممكن ان يرتبط ببعض المضاعفات. لهيك الحل الامثل دائما هو الحفاظ على نزول الوزن. نعم. وزياده النشاط البدني اكيد، بالذات لما الانسان يقل وزنه. صحيح. بزيد الحافز حتى يقوم بالرياضه، والمحافظه على النظام الصحي اليومي الغذائي. من بعد هذه النصيحة الأخيرة دكتور بالي مشغول بسؤال. تفضل. كم هو هامش الوقت ما بين العملية والعملية الأخرى؟ يعني متى تحددون أن هنا العملية لم تنجح فبالتالي سنلجأ إلى خيار علاجي آخر؟ بالواقع إحنا يجب أن ننتظر فعلياً عدة سنوات. يعني بالعادة 60-70% من الوزن الزائد بعد التكميم إحنا نتخلص منه أول سنتين. نعم. المقصود إنه ما لازم نستعجل خلال أول سنة أو سنتين بعد التكميم ونخرج بنتيجة إنه هذه العملية فشلت إن صح التعبير. لا، يجب الانتظار سنة سنتين ثلاث. لازم نشتغل على النظام الصحي، لازم نشتغل على الرياضة، بعد استنفاذ هذه الخيارات جميعها نلجأ للحل الجراحي. نعم. أنا شاكرة لحضورك معنا والمعلومات اللي قدمتها اليوم في مجال جراحات السمنة وعدم وصول النتائج المتوقعة منها. دكتور أحمد الوحيدي استشاري جراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والسمنة، شكرا لحضورك معنا. شكرا لك ويعطيكم العافية.